طبعا احنا في عندنا ما زال عندنا كثير اعداد مصابين واعداد من الشهداء موجودين في تحت الانقاض. سيارات الاسعاف لن تتمكن من الوصول الى هذول المصابين تحت الانقاض بسبب نقص الامكانيات لرفع الانقاض وبسبب ضراوة القصف في نفس الاماكن. على رأس عملنا مش قادرين نصل لأهلينا نخليهم من البيوت، حتى لما طلبوا الإخلاء من الشمال أو من باتجاه الجنوب إحنا مش قادرين نخلي أسرنا بسبب إنه إحنا على رأس عملنا مش فاضيين نتواصل. طرق المواصلات أو الاتصالات مقطوعة بيننا وبين أهلينا في بعض المناطق.